الأخبار يا هلا. وحقيقة أنه بداية أخبارنا اليوم بواحد من الأحداث الحزينة والموجعة والمؤلمة والقاسية جدا، حيث توفي اليوم الفنان القدير فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عاما، وسوف يصلى عليه غدا الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الأمير فهد بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذي يقع على طريق الرياض الحائر. ونعى الفنان الراحل عدد كبير من المهتمين والمختصين في مجال الفن والإعلام، فضلا عن جمهور الفنان الذين دعوا له بالرحمة والمغفرة. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. واحد من الأخبار الموجعة اللي يعني انتشر الخبر قبل دقائق من الآن، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وفسيح الجنان فهد الحيان. بلا شك أنه تاريخ كبير على صعيد الفن، على صعيد الموهبة، على صعيد الدراما، على صعيد الحضور، أدى وقدم شخصيات وحلقات وبرامج سيظل أثرها باقي وراسخ ومضيء في ذاكرة الفن، في ذاكرة الإعلام، في ذاكرة المشهد السعودي، عند محبيه العزاء باسم يا هلا وروتانا خليجية، إلى أهله وإلى عائلته وإلى محبيه. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. معي على الهاتف الآن الفنان إبراهيم الحساوي. أستاذ إبراهيم مساء الخير، شكرا لقبول دعوة البرنامج، وعظم الله أجر الجميع في رحيل فهد الحيان. مساكم الله بالنور، وعظم الله أجرنا، عظم الله أجر الوسط الفني في فقد هذا الفنان الجميل فهد الحيان. خالص التعازي لأهله، والله يصبرهم، ونسأل الله له الغفران والرحمة إن شاء الله. كان فنان جميل، يعني كان لي سبق عملت معه في طاش مطاش، وفي مسلسل من إنتاجي شخصيا هاشتاقه، ما شفنا منه إلا كل خير. فنان محبوب لدى الجميع، شخصية كاريزما في كاركترها اللي عرفوه الصغير والكبير في شخصية هزار. نعم. ما نملك إلا نقول رحمة الله عليه. نعم. مما لا يختلف عليه أستاذ إبراهيم، يعني في الإعلام، في الصحافة، في مواقع التواصل، في المشهد إجمالا، هو الإجماع على محبة شخصية فهد الحيان، على قربها، على بساطتها، على عفويتها، على تواضعها. هذا اللي ظاهر للناس. أنت واحد من الأشخاص اللي اقتربوا منه، عملوا معه، قضيتوا أيام وربما أشهر مع بعض في إنجاز كثير من الأعمال. كيف كانت شخصية فهد عن قرب؟ يعني خلينا نتكلم عن فهد الإنسان ثم فهد الفنان. والله فهد الإنسان متواضع جدا، متواضع وحبيب. حتى روح الكوميديا في حياته الاجتماعية، أنا جمعتني مع بعض الأعمال القليلة، بس حقيقة يتمتع بروح الدعابة وروح النكتة حتى في جلسات بعيدا عن عدسات الكاميرا. على مستوى الفن وما قدم فهد الحيان للمشهد الفني، ماذا تقول؟ أقول الله يرحمه، أولاً قدم يعني قدم أشياء حلوة لا تزال خالدة ولا تزال محفورة في ذاكرة المشاهد. رحمة الله عليه، والله يصبر أهله. نعم. اليوم أستاذ إبراهيم، يعني يبقى دائما الإرث الفني، الإرث الأخلاقي، الإرث الإنساني اللي يخلف أي فنان موجود. ما واجب المشهد، خلني أقول الفني والثقافي، اليوم تجاه إرث فهد الحيان؟ والله التكريم، بس تمنينا تكريمه وهو حي، لكن التكريم يستحق التكريم، لأنه قدم أشياء كثيرة للمشهد. يستحق التكريم والحفاوة، وإن كان الله خد أمانته، لكن ممكن يتم تكريمه عن طريق أسرته. طيب أخيرا، أو أولا بس إذا تسمح لي، أنا أيضا أعتذر منك، أعرف أنه الحزن يغالب صوتك كثير، يعني الخبر يمكن من دقائق إلى الآن، لكنك كنت كريم ونبيل في تجاوبك، ولن أطيل عليك أكثر، لكن بسمع منك كلمة أخيرة لمحبي فهد الحيان، لجماهيره، لكل من هو اليوم في المشهد الفني والإعلامي والثقافي أو سيأتي إليه، ماذا يجب أن يتذكروا عن فهد الحيان وماذا تقول لهم؟ أقول يدعون له بالرحمة، الآن هو انتقل إلى جوار الرب، يدعون له بالرحمة والغفران، وهذه كل اللي أقدر أقوله حاليا.
الله يرحمه أستاذ إبراهيم، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا في أهلا لهذه الكلمات. طبعا يعني الحزن واضح في صوت الأستاذ إبراهيم الحساوي، ولا يلام كل الأشخاص، يعني الأشخاص اللي ما اقتربوا من فهد الحيان وكانوا بعيد وبس يشاهدون أعماله من وراء الشاشة ويشعرون بهذه الحالة الكبيرة من الحزن والألم والوجع لرحيله وفقدانه، فما بالك بالأشخاص اللي كانوا قريبين منه واللي كانوا يشاركون أعماله ويشاركون كثير من التفاصيل الحياتية في كواليس الأعمال والمشاهد والمسلسلات. مثل ما قلنا في البداية نقول الآن أنه فهد الحيان تاريخ مضيء وكبير وراسخ وثابت وباقي وممتد من الأثر الفني والإبداعي والموهبة اللي تحفظ سجلات الفن، سجلات الإعلام، سجلات الثقافة، وأعمال وحضور وشاهد كبير. أيضا هو رصيد كبير على الصعيد الأخلاقي، على صعيد الحضور الجميل، شاهدوا لقاءاته وحواراته، حضوره دائما في المشهد، علاقاته بالفنانين، علاقاته بالمشهد الإعلامي والثقافي والفني إجمالا. نكرر العزاء لأهله، لمحبيه، لذويه، لعائلته جميعا، ونسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويدخل فسيح جناته. عودة إلى